احنا المصريين، احنا الحضارة والتاريخ. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود. قطاع الزراعة في مصر قطاع مهم جدا. اولا الفلاح المصري علم الدنيا الزراعة، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. حضارة حقيقية وحضارة قدرت تصنع المجد. لتسيب المية ملحة والشجر يطرح صفار، بتخلي الأرض صالحة والصحاري تزيد خضار. وأنا بتكلم عن الزراعة في مصر دايماً بشوف التركيبة المحصولية المتنوعة وأقول الحمد لله. وأيضاً الفلاح المصري ببراعته في استخدام الموارد وتعامله مع الأرض الزراعية قدر ينجح وقدر يثبت للدنيا كلها إن هو الفلاح الأمين على الدولة المصرية. بنتكلم على الأمن القومي الغذائي للمصريين ولازم نحافظ عليه. أمامنا تحدي كبير جداً. حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، وفي نفس الوقت الزيادة السكانية المرتفعة 100 أو 110 مليون نسمة. ده بيتطلب مننا إن إحنا نزود إنتاجنا بنفس الموارد، إن إحنا نحافظ على كل قطرة مياه. تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر قدر إن هو يحل مشكلة صعبة جداً لتيسير استخدام المياه المرتفعة الملوحة. قدر إن هو يزود من إنتاجنا من موارد فقيرة وضعيفة ويديني تركيبة محصولية متنوعة. فاسأل مجرب، بنزل للفلاح أتكلم معاه أشوف نتيجة استخدام هذه التكنولوجية على أرضه وعلى زرعه، وأشوف هنقدر نزود فعلاً، هنقدر نتوسع. الإجابة هتعرفوها فاسأل مجرب. الطبيعة محتاجة والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. التوبة جهاز. الطبيعة محتاجة والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. اسأل مجرب. ليه اسأل مجرب؟ علشان اعرف ايه اللي حصل في انتاج، في تطور في العملية الانتاجية. اسأل مجرب كنت بتكلم في مشاكل، بتكلم في تحديات بتواجه المزارع في ارضه. اسأل مجرب لما بشوفه قدر ان هو يحقق نجاح وخطوات على ارض الواقع ببقى عايز انقلها لكم. عايزين نجرب ونشتغل بعد ما شفنا ناس ابتدت في استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي. انا كنت موجود في المكان ده اكتر من مرة، بتابعه من بداية استخدام تقنية معالج المياه المغناطيسي لمتابعة التطورات اللي بتحصل داخل الأرض الزراعية. مرحب بحضرتك حاج محمد. ازي حضرتك السامح؟ كل سنة وانت طيب. طيب الله حضرتك. احنا هنا دي ثالث مرة أو رابع مرة نكون موجودين معاك. مرة حضرتك. أنا فرحان. الله يخليك. أفكر السادة المشاهدين احنا فين؟ في المرحلة الثالثة جبر بن حيان البستان. المرحلة الثالثة جبر بن حيان البستان. احنا اول مره جينا هنا كان الحاج محمد بيشتكي ان الاشجار عنده بسبب ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه بيحصل تساقط في الثمار، جفاف في الاوراق. قال انا ابتديت افكر في تقليع الاشجار. النهارده الحال اتغير. من البدايه ايه اللي كان بيحصل؟ البدايه كان في الحواف بتاع الاوراق بتاع المانجا دي كان بيحصل فيها نشفان من نسبه الملوحه. النهارده دلوقتي المانجا اللب زي ما حضرتك شايف ان المواد مفيش، الحواف زي ما يعني الخضار نسبه الخضار كويسه، والشغل الشغل اتغير. عايز اقول لكم نسبه الملوحه كانت عندك كام؟ عندي 1200. نسبه الملوحه هنا 1200 جزء في المليون في المياه. في بدايه استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي الحاج محمد كان بيقول لي اديني هجرب، انا عملت كل اللي عليا، صرفت جبت مضادات للملوحه، غيرت الشتلات اللي عندي. النهارده انا ما قدامنيش غير هذه التقنيه. جابت معاك نتيجه؟ بالفعل يا فندم. الاشجار اللي بتتكلم، انا مش انا اللي بتكلم، من مواد حضريه، الثمار، الشغل. الحمد لله الناس بتشتكي من المانجا، احنا الحمد لله الله اكبر ربنا ادانا من فضله السنه دي في المانجا، عندنا انتاج مش وحش الحمد لله. الموسم ده كل المزارعين بيقولوا الظروف المناخيه اثرت على انتاجنا، المانجا عندنا السنه دي قلت، في ناس بتتوقع ان اسعارها تبقى مرتفعه. وانا موجود النهارده ودخلت بتكلم مع الحاج محمد قال لي لا ما شاء الله الموسم كويس. الموسم كويس ليه يا حاج محمد؟ قال له اصل انا متابع من البدايه، اصل انا استخدمت جهاز دلتا ووتر لمعالجه الملوحه، كان في برامج شغال بيها علشان اقدر احمي الاشجار من التغيرات المناخيه. قول لي عملت ايه؟ احكي لي عشان الناس تستفيد. والله في شركه للمبيدات والاغذيه، مغذيات يعني. عندهم مركبات كويسة جدا، ولو ينفع أذكرها ممكن أذكرها. يعني العناصر، أنا مش على الشركة، يعني أنت كان في عناصر بتضيفها للمانجا. تمام. كان في متابعة، لأن إحنا كنا دايما بنقول التوصيات بتاعتنا
من خلال خبراء الزراعة على شاشة مصر الزراعية نعمل إيه في الفترة القادمة عشان في ارتفاع في درجات الحرارة؟ إيه الإضافات اللي نضيفها؟ المهندس اللي توجيهاته تحت الشغل ده المهندس محمد حسن زيتون. واللي عارف المهندس محمد حسن زيتون عارف الشركة. أنا صورت معاه قبل كده. بس عارف الشركة. كان متابعكم في المكتب. أيوة. هو المركبات من عنده من الشركة كلها. دي قللت عندك المشاكل. قللت المشاكل. منتجات يعني بيرفكت يعني منتجات شركة صراحة أنا أول عام أتعامل معها. وفعلا حققت نتائج من اول واحد. جهاز دلتا ووتر او تقنيه معالج المياه المغناطيسيه لدلتا ووتر بقاله كام سنه عندك في الارض؟ احنا مركبينه 14/5 اللي فات ده. لا 14/5 اللي قبليه. يعني سنتين وخمسه وشهر اهو. يعني بقالنا سنتين وشهر. تمام. من يوم ما ركبت لغايه النهارده الجهاز ايه المشاكل اللي حصلت فيه؟ ولا اي مشكله. جهاز راكب زي الفل ما فيش اي مشكله. النتيجه في تحسن ولا في ثبات ولا النتيجه قلت عن ما ركبت الجهاز؟ لا الغيط ده حضرتك دكتور عيسى من شويه يسالني الغيط ما كانش كده السنه اللي فاتت. الغيط بدا يتستر وبدا الاشجار تفرع وبدا يحصل نموات. الغيط ابتدى يتستر. يعني عايزين نخلي بالنا من كلام الفلاح لانه هو كلام كله انتاج وحب ووطنيه. لما بيشوف زرعته ما كانش غيط السنه اللي فاتت. لا ده ما كانش غيطي. ما كانش غيطك السنه اللي فاتت. السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص. قللت بقى في الاضافات اللي انت بتضيفها؟ طبعا نسب التسميد قلت تكاد تكون يعني للنص. الشجر ماشي. حصل تغير في نوعيه التربه؟ يعني الارض ابتدت تتغسل؟ الارض الصوديوم ما عادش بيبين. وبعدين في حاجه عندك الصوديوم ما بيبقى الاملاح بتبقى موجوده. النقاط نفسه بيكون صوديوم على الخرم بتاع النقاط. الصوديوم ده بيبقى جير ابيض بيسد النقاط. النهارده ما عادش فيك. اختفى الكلام ده. غالي ودينا زي الفل. حافظنا على شبكه الري، قللنا المصاريف اللي احنا بنصرفها على التسميد، زودنا الانتاج عندنا وده المهم. حاج محمد بيقول لي الغيط اتسطر، دي كلمه جميله جدا. عندك مانجا وعندك ايه تاني؟ عندي مانجا وعندي تفاح وعندي خوخ. تفاحك كان اخباره ايه السنه؟ الله اكبر الحمد لله حققنا انتاج حلوه برضه وحققنا اسعار كويسه واحجام كويسه الحمد لله. ربنا رضانا. دايما ربنا يرضيك. حاج محمد طلبه ان المبيدات والمغذيات يكون عليها سعرها. اشكرك يا حاج محمد. شكرا لك.